اتحاد طنجاب كما قلتي لها اصعب موسم ديالو على مستوى البطوله الاحترافيه بعد ما وصل النقطه 15 في حدود الجوله 20، واللي كانت الامور صعبه وكيتضح من غير من النقط اللي كانت عنده الرتبه 15 وكذلك 15 نقطه في ظرف 20 دوره. هاد الامر هذا كيدير كل فريق في العشر الدورات الاخيره بحيث سجل مجموع 17 نقطه اللي ضمنت ليه المقعد ديالو بالبطوله الاحترافيه، اي مجموع ديال 32 نقطه ومرتبه 14، كانت منها 7 ديال الانتصارات 11 ديال التعادلات و12 هزيمه، وهي اكبر الهزائم اللي تعرض لها اتحاد طنجة في المسيره ديالو في البطوله الاحترافيه خلال هاد الخمس سنوات الاخيره. كانت اخرها مع السرع والضم نهار السبت واللي كانت بخمسه ديال الاهداف مقابل ثلاثه، المواجهه اللي لعبها اتحاد طنجه بالفريق ديال الامل معزز بعض العناصر من الفريق الاول مع غياب ديال 15 لاعب من الفريق الاول. المدرب بيدرو بن علي كان منح الفرصه كذلك لكل من الحارس الثالث عسكر، كان كذلك بدر مسرور، رضا الهناوي، العسري، النبوش، خريف، اذا هذو مجموعه من العناصر ايوب من الفئه ديال الامل اللي كانت لعبت هذا البارتيدو هذا. بالنسبة للإحصائيات والحصيلة فأكبر الحصص كذلك كانت مع الجيش الملكي بأربعة لواحد، الرجاء الرياضي البيضاوي بأربعة لواحد، وكذلك مع الوداد كذلك بالنتيجة ديال 3-0 وثلاثة الانتصارات كذلك خارج الميدان ديالو، كانت مع الرجاء الرياضي البيضاوي بواحد 1-0، بني ملال 1-0، خريبكا كذلك 1-0، كان كذلك الفوز بالميدان اللي هما أربعة، كانت مع برشيد بني ملال في جوج ديال المناسبات كانت داخل الميدان وخارج الميدان، كانت تطوان كذلك وفتح الرباطي. إذا هادو عدد ديال الانتصارات ديال السبعة، أي ثلاثة خارج الميدان وأربعة داخل الميدان. كان ثاني أضعف هجوم بمعدل كذلك هدف في كل مباراة، كاين تقريبا واحد 57 إنذار، ثلاثة ديال الطرد. الهداف هو المدان سفيان لاعب ديال ميديو التيران اللي جا في الميركاتو الشتوي مسجل أربعة ديال الأهداف، يوسف أنوار كذلك عنده ثلاثة، أعراب كابتن ديكيب كذلك سجل ثلاثة ديال الأهداف. المدرب اللي كان تحمل المسؤولية كذلك الدمعي فهو من أصل تسعود ديال المباريات أي 27 نقطة حقق فيها هو غير جوج ديال الانتصارات وجوج تعادلات وخمسة ديال الهزائم، وخلاته باش يغادر اتحاد طنجة في الجولة 13 بعد الهزيمة مع فريق أولمبيك أسفي. المراتب اللي هي حصل عليهم اتحاد طنجة في خمس سنوات الأخيرة كانت المرتبة الثلاثة في الموسم الأول ديالو، والموسم الثاني المرتبة خمسة، الموسم الثالث التويج باللقب، الموسم الرابع كذلك مرتبة خمسة، والمرتبة 14 واللي هي كما قلتي أصعب موسم بالنسبة لاتحاد طنجة هي الرتبة 14 اللي احتلها هذا الموسم. بالنسبة للمدرب فهو كذلك بعد المقابلة ديال واتزم فهو أعطى عطلة قصيرة بالنسبة للاعبين ديالو إلى حدود يوم 21 من هذا الشهر هذا، والاحتمال أن الفريق باش يدير معسكر تدريبي بعد الدخول ديالو بعد العودة. هناك الإشكال دابا اللي كاين هو أن الفريق عنده بعض اللاعبين انتهت العقود ديالهم، كيتعلق الأمر بهشام المجهد، طارق الطاح، الوهابي، كاين كذلك أعراب وكذلك سفيان شراف. الأهم هو بالنسبة البورتيريو هشام المجهد، هناك كما ذكرتي في السؤال ديالك في حد الحلقات حول هشام المجهد قلت لك انتظروا نهاية الموسم. التألق ديال المجهد عنده عروض كذلك من أندية أخرى، الآن في مفاوضات مع اتحاد طنجة، نشوفوا هذه المفاوضات كيفاش غادا. هذا هو السؤال، هذا في هذا الاسبوع هذا اللي بدات فيه هذه المفاوضات مع الفريق بصفه رسميه، وتكون الامور تحسمت لان الان في الدراسه ديال العرض ديال فريق اتحاد طنجه، وكيبقى له القرار الاول والاخير بالنسبه لهشام المجهد. غادي يشوفوا لان كما قلت لك التالق ديالو فتح المجال بعض الانديه المعروفه على الصعيد الدوري الاحترافي انها تحاول تنتدبوا لاتحاد الفرق لهذ الفرق اللي طالبه، ولكن لاعب عنده كذلك الرغبه انه باش يستمر مع الفريق ديالو اللي هو اتحاد طنجه. والان نشوفوا المفاوضات وكذلك العرض المقدم فريق اتحاد طنجه وكذلك التواصل والاتفاق فين غادي يوصلوا ليه. على ذكر هشام المجهد فهو كذلك تلقى
الدعوه ديال الناخب الوطني لعموته باش يدخل معسكر التدريب للمنتخب المحلي في الفتره ديال 15 حتى 23 اكتوبر الى جانب كذلك طارق استاتي. هناك عناصر اخرى كاين طارق وطاح كما قلت لك، كاين الوهابي، كاين الكابتن نعمان اعرب، وكذلك الشراف. نشوفوا هاد اللاعبين هادو اللي انتهت العقود ديالهم، وكذلك ان الفريق غادي يجدد التعاقد. اذا الفريق والمكتب فهو في الصراع مع الوقت، لا التجديد بالنسبه للاعبين ايوب، ولا حتى بالنسبه للانتدابات، حتى بالنسبه للانتدابات اللاعبين اللي غادي يغادروا. ما نبغيش نعطي اسماء لان كاين اسماء مسربه، ولكن ما كاينش شي حاجه رسميه باش ما نعطيوش اسماء، رغم ان الاسماء راه كتبقى معروفه. علاش؟ لان كاين لاعبين اللي كانوا في الاحتياط وما لعبوش مباريات وما شاركوش وما قدموش شي حاجه اللي غادي تشفع لهم باش يستمروا، ولا حتى الخروج ديالهم راه غادي يعطي يفتح الباب للعناصر الاخرى اللي غتلتحق بالنسبه للمراكز الخصاص اللي كاينه في الفريق. اللاعب اللي يمكن لي نقول لك بان غادر هو الاصبحي، لان لاعب معار من فريق الوداد الرياضي البيضاوي، اذا كيلتحق بالفريق ديالو. بالنسبه لنقطه اخرى اللي متعلقه بالطاقم التقني، فالاداره ديال الفريق كذلك طلبت من المدرب بيدرو بن علي باش يقلص العدد ديال الطاقم التقني اللي عنده في الفريق، لان كان تقريبا واحد 8 ديال الافراد. كاين عنده جوج ديال المساعدين، كاين رفيق وكاين احمد صلاح، كاين جوج المهيئين البدنيين، كاين كذلك المتخصص في الاحصائيات بالنسبه للمدرب اللي هو كذلك اسباني اللي هو دافيد سييرا، هذا مكلف بالاحصائيات ومكلف كذلك في التحليل ديال المباريات. كاين مهيئ بدني اسباني وكذلك مدرب مغربي اللي هو ابن الفارق الامل، كاين كوتش مونتال، وكاين مدرب الحراس. اذا تقريبا 8 اللي كاينين في الستاف ديال المدرب بيدرو بن علي. نشوفوا كذلك الامور فين غتمشي، لان النادي كذلك عنده المصاريف ديالو، عنده المسائل، وكيحاول انه باش يقنن المسائل المتعلقه بالطاقم التقني، لانه كما قلت لك 8 ديال الافراد بالنسبه للمدرب خصو هو اللي يحسم في الستاف ديالو. بالنسبه للمدرب فهو كذلك مشى لاسبانيا باش يشوف العائله ديالو، ياخذ واحد القسط من الراحه. نهار الاثنين فهو غادر لاسبانيا، وكذلك فهو شكر في واحد الدوينه للرئيس ولا المكتب المسير، اللاعبين، الجمهور، الاعلام، الناس كاملين اللي ساهمت معاه في هذه الفتره اللي قضاها في اتحاد طنجه، وكذلك شكرهم على المجهود ديالهم باش ينقذوا الفريق من نزول البطوله الاحترافيه الثانيه. بالنسبه لنقطه اخرى هي بالنسبه للمدرسه ديال الفريق وكذلك الفئات العمريه، كانت عندهم بعض الاختبارات بالنسبه للاعبين الفئه ديال 14 حتى 18 سنه ايوب، كانت نهار الجمعه اللي فاتت كانت بالنسبه للحراس، ونهار الاحد كانت بالنسبه للاعبين باش يتم الاختيار بعض العناصر لا تعزز الفئات العمريه ديال فريق اتحاد طنجه برسم الموسم الرياضي المقبل. الاهم هو ان الان الفريق فتره راحه بالنسبه للاعبين ديال اتحاد طنجه، واللي غيدخلوا كما قلت لك ابتداء من 21 من هذا الشهر. بالنسبه للانتدابات وبالنسبه كذلك لائحه المغادرين، لحد الان ما تمش الاعلان لحد الان على هذه الاسماء اللي غتغادر او الاسماء اللي غيتم الانتداب ديالها. كيبقى القرار لا بالنسبه للمدرب ولا بالنسبه للاداره. المدرب الان في فتره عطله، ولكن هو يتابع مع الاداره ديال المكتب المسير هذه الامور. ننتظروا الايام المقبله، نعم، والتوافق ما بين اللاعبين اللي غيمشي واللاعبين اللي غادي يجيو. هذه كذلك امور اللي هي كذلك مهمه بالنسبه للمحطه المقبله ايوب.